المشكل الخزنه هذه تو عندها 4 أيام جاء وبدلوها، كانت تخدم ما فيها حتى مشكل، عندها تو ليلتين بدايه من 9 تاع العشيه تبدا تترشق وتبدا النار خارجه من فوق، عبيد ما عادش ترقد، عبيد ثم شكون قال لك نعدي نعمل في الشيميو، كيفاش باش نعيشوا احنا؟ نجيو نكلموه يقول تو نكملوا راس العام نجيو نهار 3، احنا يخليوها الكهرباء بحذانا لهون نهار 3 كان يلقاو حل يجيو يزاه يقعدوا هما اللي تكنيسيان بحذانا، هذا اللي عندنا. فهمتني؟ عبيد ما عادش ترقد، صغارنا راهو عندنا صغار ثم شكون عمره 6 أيام موجود لهنا. معقول هذا؟ أنا تو كنت نشوف النار تشعل غاديك وصورناها، شنو هو؟ مش نار، غاز يخرج، ريحة غير عادية، ريحة ما نجموش نحملوها. صغار نهزوا فيهم يمشيوا يسكنوا في ديار اخرين، مش معقول هذا باش نبقاو هكا. الوقتاش باش نلقاو واحد في الليل ما يرقدش في النهار ما يرقدش، عباد تلفزها تحرقت في رجليها تحرقت كيف مش معقول هذا. اخويا احنا مشكلتنا هالخزنه هذه فهمتني، توا اليوم نهارين لا نعرفوا لا فهمتني لا ليل لا نهار فهمتني، ضربة 2 وهي هاي تشحن، ضربة 2 وهي فهمتني الدخان خارج، البارح في الليل فهمتني الليل علينا، بالله العظيم يسلمنا فيهم الديار ومشينا خرجنا، بعدنا بعيد، ونفس الحكاية هاي الليلة زادت تعاودت، يجي وحل ترى شنو هو قد امشي تعاود، حل امشي وتعاود، نفس الحكاية يبيدها تتكرر، فهمتني؟ مانيش فاهمين شنو اخويا الحكاية. ما صلحوش معناها على القاعدة. كان صلحوها على القاعدة علاش تتكرر اليوم؟ ما تعودش. فهمتني؟ يا خويا يشوفوا لها حل، هي من اصلها وجودها في وسط السكان والواحد ماهيش محل، هذا ماهوش حل، شنو خزنه محشيه هذه دار منا وهذه دار منا، فهمتي كيفاش هذا؟ كيفاش؟ يا اخي ما نتوانسه حتى احنا خويا عليه، ولا احنا خاطر فهمتني في حي شعبي معناها كهو. هذيا دارنا بحذيه بالضبط، وهذيا منتيليز كيف نجد كله تبعنا. جاءوا البارح جاءوا هما جاءوا كلمني وجاءوا اما ما عملوا حتى شيء ما عملوا لبخوف اللي هي عاودت. دونك احنا يا باش نمشيو لك الجمهوريه يا نهش كامل نمشيو للستيك نصدموا عليهم ما نعرفش ما نشوفوا حل. اما هكايا كيفاش تقبل في اللي باش تعاود الحكايه معناها خاطر ما تصلحتش، جاءوا قصوا ضو ما عملوا حتى شيء. ترانسفو وين؟ هو ترانسفور قريب بحذينا بحذا دارنا، انت ما رقدناش البيرة ايشا الترانسفور بحذا الدار هذي وراء ترانسفور هذي دارنا هذي دارنا اهو هذي معناها مازالوا كي خرجوا العباد ترحل الدنيا يموتوا العباد الكل حتى يجينا نجي ستيك. لا لازمهم ينحيوها، لا ما فهم لازمهم ينحيوها ينقلوها نحيوها تموت الدنيا كلهم عباد حتى يجيو هما ما عملوا حتى شيء. كلمتهم البارح ليت راس عام مدري شنو العباد تموت حتى يفرس العام. هذا البيت فارغ اخويا فرغناها ما عادش نجم نرقدوا فيها خاطر يحس معناها على الاخر وخفنا فهمت. وذنا في بيت تاع دروج نسكن تاع معناها قربج واحد فهمت. اللي باش نبدا الحياه ترانسفور معمول تاع الستيك بحذانا وفي السيف تعرف ما تنجمش تقعد فيها في السيف تقعد برا في الشارع ما مش نورمال.
هي الحكايه من عام 94، ما احنا صغار ما نعرفوش بالكدا. توا عندها حكايه 4 ولا 5 سنين بويسكو ما يجيوش يتفقدوا، وحتى الروليف ما يجيوش يهزوه لما نمشي انا لستيك ونطبع له شهره. تحرقت مرتين البارح وجاو نحاو معناها قصوا وعاودت رجعت لهم قصت مرتين، يا ينحيوها من هنا لازمهم ينحيوها، خرجنا خلينا الدار سقا فوقها، ما فهمنا حتى حل الا انهم ينحيوها خاطر تطرح العبيد والدنيا الكل. كلمت ستيغ جاوني بعد ساعه الحرس جا ما يشوفوا حل، لازمها تنقلوا كي الجمهوريه نمشيو جمهوريه. سامحني مقلقتكم. مقلقتنا قلت لك كليماتيزوريت تي تشعل الدنيا ريحة نار، عينينا حرقتنا، مرا كبيرة مرا صغيرة مرا حبلة ما نعرفش انا، ما تجيش ما بين السكان لازمها تتنحى، لا لازمها تتنحى لازمها تتنحى. مشكلة عندها خزنة بجنب داري فيوز داري جملة قاعدة كل ليلة قاعدة تشعل بنا خيوط تاكل في بعضها ونار، واحنا لبرا في الشارع يعلم بينا كان ربي سبحانه. هاي هذه مشكلتي انا، وعندي الداخل هي الخزنة ديجا الداخل في وسط داري تابعة الدار داخلة قرابة تجي 30 20 ولا قداش من متر ده تحب تشوف تصورها لداخل مساج، فهمت؟ هذه انا زادة مشكلتي انا اول واحدة انا متضرة فيها الحكاية، انا متضرة فيها فهمت؟ هي هذه المشكله نتاعي انا، الخزنه حاجتين يا تتنحى من هنا يا تصلحوا على قاعد فهمت، وتدخلوا تنجموا تفضلوا تشوفوها في داري. انا الغاز دو في ميم با زوز متر بين الخزنه وبين الغاز دو في، وكانت تفرقعد اول دار تشعل هي داري انا، وتنجم تدخل معايا تو تفرج فيها واضح. هذه الخزنه اللي هي داخله في داري فهمت؟ تبقينا اول وحده انا متضره فيها الحكايه، الخزنه هذه هي كيف يقولوا فيها يلزمها تتنحى ولا تصلح على قاعد. وسكننا قبل الخزنه، يعني وقت اللي انا نبني والرجل في مور الخزنه هذه ماهيش موجوده. معناها انت بنيت وبعدك جاو قالك ناخذوا اسباس الخزنه. باش ناخذوا اسباس فهمتي، هي فما 100 متر بون قعدت على شيره، حبيت مولا الارض يعطيها لي. فهمت ناخذها انا، قال لي لا يلزم كيف يقولوا فيها باش ناخذوا لك فيها باش نبنوا فيها خزنه، ما صوبت ما نقول انا مع العباد هذول.